السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد مراجعة لسنة تانية على اللي احنا خدناه في سنة أولى. كنا واخدين في سنة أولى أيام الأسبوع. ايه هي أيام الأسبوع؟ السبت والحد، اثنين تلات أربع خميس جمعة. يبقى أنا عندي هنا عدد أيام الأسبوع كم يوم؟ احنا الأسبوع بتاعنا فيه كم يوم؟ 7 أيام. اليوم فيه الأسبوع فيه كام؟ 7 أيام. يبقى انا عندي هنا سبت حد اثنين تلات اربع خميس جمعة. طب تعالى ما نراجع برضو على حاجات احنا كنا واخدينها في سنة اولى كده. اكبر عدد مكون من رقمين، ايه؟ احنا قلنا اكبر عدد عندي هنا ايه؟ 9 اكبر رقم. طب اكبر عدد مكون من رقمين، هو لا اقل مختلف ولا اقل متشابه؟ بدل ما قاليش هنا مختلف يبقى هكتب 99. طب اصغر عدد مكون من رقمين ايه هو؟ 10. العدد 76. ستة أنا عندي في ستة في الآحاد، وسبعون والسبعة في العشرات. 7 عشرات. 7 عشرات دي يعني احنا اتفقنا أول ما الاقي العشرات أروح شايلها وأكتب مكانها 0، والسبعة أنزلها زي ما هي هتبقى 70. 9 آحاد و4 عشرات، فين التسعة؟ التسعة دي هكتبها فين؟ في الآحاد، والأربعة في العشرات، يبقى تتقري كام؟ 49. بيقول لي اليوم التالي ليوم الأربعاء. إيه التالي ده؟ إحنا قلنا إيه؟ بعد. طب السابق يعني قبل. إيه اليوم اللي بعد الأربعاء؟ الخميس. بعد كده بيقول لي أوجد الناتج. طب تعالى ما نجمع كده. هاخد طبعا اتفقنا الأحاد مع الأحاد، هجمع التسعة مع الخمسة. 9 و5 كام؟ 14. الواحد طب أحطه فين؟ معايا واحد هنا. 1 و7 8، 8 و2 10. في رقم تاني؟ لا، يبقى هكتب 10 كلها، هيطلع العدد 104. هنا 6 و3، 6 و3 كام؟ 9. 4 و1 5. 8 و6 كام؟ 14. معايا الواحد. 1 و5 6، 6 و2 8، 7 و4 11. معايا الواحد. 1 و7 8، 8 و1 9. 4 و9 كام؟ 4 و9 13. معايا الواحد. 1 و6 7، 7 و2 9. 0. تعال بقى ندخل في الطرح. 0 نقص منه 5. طبعا متفقين يا سنة تانية ان احنا واخدين في سنة اولى اول ما بلاقي الصفر ونقص منه عدد كبير، طبعا ما ينفعش، ما ينفعش الصغير اطرح منه الكبير. اروح مخبطه على جاري اللي جنبي اقول له لو سمحت ممكن تسلفني رقم من معاك. السبعه هتقول له اه ماشي حاضر. هتخدت ايه من السبعه؟ واحد هتبقى 6، والواحد هروح حطاه جنب الصفر. بقت كام؟ 10. يبقى هعد من الخمسه لغايه ما اوصل للعشره، هيطلع معايا كام؟ 5. وستة نقص منهم 3، هعد من التلاتة لغاية ما اوصل للستة، بقت 3. بعد كده 4. 4 هم تقدر تطلع تشيل منهم الستة؟ لا طبعا، اروح مستلفة من مين؟ من التسعة. يا 9 ممكن تديني 1؟ قالت لها من عينيا يا 4. خدنا منها ايه؟ 1. بقت التسعة دي 8، والاربعة بقت 14. هعد من الستة لغاية ما اوصل لل14، هيطلع 8. بعد كده 8 نقص منهم 4، برضه هعد من الأربعة لغاية ما أوصل للتمانية، هتطلع 4. 2 نقص منهم 8، ينفع؟ زي ما متفقين، استلف من جاري، 8 دي هتبقى 7، والاتنين هتبقى 12. عد من 8 لغاية 12، هيطلع معايا كام؟ 4. و7 نقص منهم 3، 4. 9 نقص منهم 4، ينفع؟ اه طبعا، لان 9 كبيرة والاربعة ايه؟ صغيرة. يبقى 9 هنعد من الاربعة برضو لغاية ما اوصل للتسعة، هيطلع معايا 5. من الاربعة لغاية السبعة 3. 3 نقص منهم الصفر، بدل ما الصفر مش جايلي في الاول زي دي كده يبقى هطرح عادي. هو التلاتة شيل منهم صفر اهم، 3 ينفع اشيل منهم الصفر؟ لا، هينزل زي ما هو. واربعة شيل منهم 2، هتطلع 2. السلام عليكم.